وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا زميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية. رامي، بعد تحية انقل لنا الصورة لديك وماذا عن آخر الفعاليات هناك؟ تحياتي لكما ولكل متابعينا في متابعة لأغلب الفعاليات والأنشطة الخاصة بمهرجان العالمين العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. هذه الفعاليات التي انطلقت في 13 من يوليو الجاري ومستمرة لمدة 40 يوما حتى 26 من أغسطس المقبل. نتحدث عن فعاليات كثيرة، أكثر من 10 أنشطة كثيرة متنوعة ما بين أنشطة ترفيهية، موسيقية، غنائية، ثقافية، وأيضا تجربة سياحية كبيرة جدا لكل من يأتي إلى مدينة العالمين الجديدة خلال هذا التوقيت مهرجان العالم عالمين. وبالحديث عن الأنشطة الجديدة، منذ الأمس وحتى اليوم هناك عدد من العروض، الطائرات الجوية الRC التي تقوم بعدد من العروض الجوية أمام الجمهور وحالة من الإبهار. ولو تحدثنا أيضا عن وجود للقفز بالمظلات منذ الأمس وحتى اليوم، هناك عدد من العروض وربما تظهر في اللقطات الآن التي تعرض على الشاشة أثناء حديثي، عدد من القفزات بالمظلات وأيضا العروض الجوية الخاصة بطائرات الRC. أما عن المكان الذي أتواجد به الآن وهو الخاص بالمسرح الذي سوف يشهد انطلاق حفل الفنان تامر حسني. هذا المسرح الذي يشهد اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لانطلاق هذا الحفل عند 9 من مساء اليوم. أيضا استعدت مدينة العالمين الجديدة بأغلب الطرق وتوجيه الزائرين، خاصة مع عطلات نهاية الأسبوع وزيادة في أعداد القادمين من الزوار إلى هذه المدينة خاصة في هذا التوقيت. وهناك أيضا عدد من سيارات الخدمات المرورية وسيارات الخدمات التي تقدم لكافة الزائرين وتوجيه بالإشارات واللافتات على الطرق باتجاه موقع الحفل. أما عن الدخول، هناك أيضا توجيه من رجال الأمن المتواجدين داخل وخارج هذه البوابات لتوجيه المواطنين والزائرين إلى موقع الحفل. وكما يظهر الآن من خلفي، الاستعدادات الأخيرة الخاصة بأجهزة الصوت والشاشات، شاشات العرض والمسرح الذي سوف يشهد هذا الحفل على مدار اليوم. متابعة معكم لأغلب الفعاليات الحديثة وأيضا كل ما هو جديد فيما يخص انطلاق حفل الفنان تامر حسني اليوم من مدينة العالمين الجديدة. شعار العالم عالمين بمعنى الكلمة في هذا المهرجان لمدة 40 يوم وأكثر من 10 أنشطة، تجربة سياحية، ترفيهية، غنائية، ثقافية، نعم، متنوعة لكافة المواطنين. حسنا رامي، دعني أسألك عن توافد الجنسيات، هل هناك جنسيات مختلفة عن الجنسيات العربية بشكل عام أو مصرية بشكل خاص؟ هو الحضور منذ الصباح يعني على عدد من الشواطئ الخاصة بالقرى السياحية وأيضا شواطئ العالمين الجديدة التي استقبلت عدد من الزوار بشكل كثيف خلال منذ الأمس وحتى اليوم، خاصة مع عطلات نهاية الأسبوع. لكن إذا تحدثنا عن الحضور إلى الحفلات والحضور منذ الساعة 6:00 والـ7:00 القدوم إلى هذا الحفل من المواطنين، خاصة أن ساعات النهار أغلبها يقضي من يأتي إلى هذه المدينة الوقت أمام الشواطئ والشواطئ الساحلية سواء شواطئ العالمين أو القرى. لكن هناك حالة من الوجود حتى على مدار الطريق، وأنا قادم على مدار طريق العالمين هناك تكدس وأيضا وجود كبير لعدد من السيارات لمزيد من الزائرين سواء من الدول العربية أو من المصريين، خاصة مع هذه العطلات، عطلات نهاية الأسبوع، وأيضا الترويج لمثل هذه الفعاليات والحفلات التي تلقى قبول بشكل كبير جدا سواء من المصريين والعرب وغيرهم. حسنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين، شكرا جزيلا لك.